موقع أمازون يعتبر أشهر المواقع العالمية في مجال التسويق عبر الإنترنت، وهو جدير بذلك لما يحويه من إمكانيات وخدمات قلما توجد على موقع آخر. ويحتوي الموقع على أكثر من 200 مليون منتج، إلا أن هناك بعض المنتجات التي تم حظر تداولها عليه. سنقدم فيما يلي أبرز 10 منتجات تم حظر تداولها على موقع أمازون حتى الآن. هوفربورد. أعلنت الشركة المصنعة لجهاز هوفربورد أن أمريكا وبريطانيا منعتا بيع منتجها عبر موقع أمازون للتسوق عام 2015، وذلك بعد عدة حوادث تسبب بها المنتج، منها احتراق أحد الأجهزة أثناء عملية شحنه بالكهرباء. وكانت حادثة الوفاة الوحيدة المرصودة بسبب الهوفربورد قد وقعت في إحدى ضواحي لندن، وراح ضحيتها فتى سعودي يدعى نواف طويان يبلغ من العمر 15 عاما. لعبة الاغتصاب الإلكترونية. في عام 2006 أصدرت إحدى الشركات اليابانية المتخصصة في الألعاب الإلكترونية لعبة إلكترونية إباحية تسمى ريبلاي جيم، والتي تسمح للاعب بأن يقوم باغتصاب النساء في أماكن مختلفة، كما تسمح لفريق من اللاعبين بالاعتداء على امرأة واحدة في نفس الوقت. وقد كانت تباع تلك اللعبة في اليابان، وتم إدراجها بقائمة أمازون عام 2009، ولكن لكثرة الشكاوي ضدها تم حظرها من الموقع. أنا أحب هتلر. في أبريل لعام 2008 تم إجبار موقع أمازون الشهير على حظر بيع قمصان وتيشرتات كتب عليها بالخط العريض أنا أحب هتلر، نظرا لتلقي عدد كبير من الشكاوي من قبل الطوائف اليهودية. دليل المتعة الجنسية مع الأطفال. في عام 2010 طرحت أمازون كتابا إلكترونيا بعنوان A Child Lover Code of Conduct، وهو يتحدث عن سوء فهم المشتهين جنسيا للأطفال، كما يتضمن الكتاب الانطباع الأول عند مبادرة الحب مع الأطفال لأول مرة. أثار الكتاب ضجة كبيرة على الإنترنت، وتم حظره فورا من أمازون، كما حاولت أمازون الدفاع عن نفسها تجاه نشر هذه النوعية من الكتب بأنهم يؤمنون أنها خضعت للرقابة قبل نشرها. وبعد وقف الكتاب تم إلقاء القبض على مؤلفه فيليب براي. ملابس نسائية للرجال. في عام 2015 سحبت أمازون بعض ملابس عيد الهالوين من قبل موقعها بالمملكة المتحدة، وهي ملابس الرجال النسائية، وكانت عبارة عن فساتين نسائية للرجال. كان المنتج متوفرا بإمكانية شراء باروكة سوداء وصدر صناعي ليكتمل الشكل، إلا أن المنتج قد تم حظره بالموقع بعد ساعات فقط من إعلان المستخدمين استياءهم منه. وثائق ويكيليكس. عام 2010 أرغمت الحكومة الأمريكية موقع أمازون على محو كل ما يتعلق بموقع ويكيليكس الإخباري الشهير من موقعهم، معللين ذلك بأن موقع ويكيليكس غير متاح مؤقتا. وردا على ذلك أعربت ويكيليكس عن خيبة أملها، وتداول نشطاء عبر تويتر هذا الخبر مغردين بأنه على أمازون اعتزال العمل ببيع الكتب إذا كانت منزعجة. وهذه ليست المرة الأولى التي تجبر أمازون فيها على اتخاذ قرارات ترضي حكومة الولايات المتحدة. ووثائق ويكيليكس هي مجموعة ضخمة من الوثائق المسربة من عدة أجهزة مخابرات حول العالم، على رأسها المخابرات الأمريكية. لحم الحوت. في أواخر فبراير لعام 2012 كان لحم الحيتان متاحا للبيع لدى الموقع الياباني لأمازون، إلى أن جمعت صفحة يابانية تدعى ORG أكثر من 203 آلاف توقيع يطالب أمازون بمنع بيع هذه المنتجات لتعرض الحيتان لخطر الانقراض، ليستجيب الموقع بعد أيام قليلة للحملة. الأسلحة. حقيبة صغيرة لحمل هاتف الآيفون كانت تشبه المسدس تم منع بيعها على أمازون، وذلك بعد أن أثارت جدلا كبيرا في الولايات المتحدة، حيث أنها تشبه إلى حد كبير سلاحا ناريا حقيقي عندما يتم وضعها في جيب المستخدم. وفي عام 2015 تم استدعاء قوات الشرطة إلى أحد الشواطئ الكندية للاشتباه في شخص ما يحمل سلاحا ناري، ولكنه كان حقيبة محمولة لجهاز الآيفون الخاص به. سراويل الآلهة الهندية.
أبدى رئيس المجتمع الدولي الهندي ريجان زيد استياءه وشجبه لبيع سراويل عليها صور الآلهة الهندية المقدسة في الهند عبر موقع أمازون للتسوق، ووصفها بأنها سراويل مهينة للآلهة الهندية التي يجب أن تقدس. وبعد 24 ساعة من اعتراضه تم حظر بيع السراويل من أمازون، ولكن المثير للسخرية أن السراويل التي عليها صور المسيح ما زالت متاحة للبيع على الموقع. لعبة كرات البوكي العجيبة. هي كرات فضية صغيرة الحجم لها قدرة مغناطيسية عالية، والتي تمنح اللاعب القدرة على تكوين عدد كبير من الأشكال. وبعد معركة استمرت لعامين استطاعت أمازون أن تسحب منتجها من متاجر التجزئة، وذلك لأنه خلال 4 سنوات من طرح اللعبة في الأسواق استقبلت المستشفيات أكثر من 1700 طفل يعانون من ابتلاع الكرات الفضية، وعددهم كبير منهم خضعوا لجراحات عاجلة. علاج السرطان. في 2013 تعرض موقع أمازون في المملكة المتحدة لنقد لاذع نتيجة بيعه لعقاقير زعم أنها تقضي على مرض السرطان وتعالجه. احتوى على كبسولات لدماء التمساح المجففة ولب ثمرة المشمش ومطهرات الدم. تم منع بيعها على أمازون بعد أن قامت جريدة تايمز بمراجعة الأطباء ووزارة الصحة للتأكد من سلامة هذه العقاقير وصحة مفعولها. كما اعتبر بيع مثل هذه العقاقير ضد العمل بقانون مرض السرطان لعام 1939، والذي يمنع إصدار أي إعلانات تدعي بتوفير أدوية أو عقاقير لعلاج مثل هذه الأمراض المزمنة. من الموت. في عام 2009 سمعت إحدى الأمهات 2 من المراهقين يخططان لخطف وتعذيب عدة أشخاص بنفس أسلوب الفيلم، يستهدف بهما ضابط شرطة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.